إذا مثلا مزول دمس الخير مراف لون مرحبا يسون غر وغميس نتمديتك ذي ثزوة راس الوي انتقدو ذا مس عبد المجيد تبوني موغا ذي ثزوة راس مكي الدنيا راس الوي انتقدو ذا مس عبد المجيد تبوني موغا لنغلاف لومور مباران فرنسا جون إيف لودريون يديوسان غر ثمورث ناغ أسك نغلف أمزوارو عبد العزيز الجرادي مقر ولاد نتسا نغلف نبران فرنسا جون إيف لودريون وثيم ليلي في حضرية نغلف لومور نبران نتمرت نع صبري بوقادو أنا غلف الأمور مبارا صبري بو قادوم يمشاور نسالك ذو مثيل نسن فرنسا جون إيف لودريون سنين غلفا مشاورا غفوة ساغن المعاونة يار الزيار ذو فرنسا على كذو مخير ديليا وسنر نينسن أما كان إيم مسلايين ومفدل ثكثيوين غف دقس نتمسال النظام في غرغلانين على دغا لحالة ذي ليبيا لك ذي تمورثن المالي نتقاسم نفس الإرادة لإعادة بعث التبادلات على أعلى المستويات مستقبلا بين فرنسا والجزائر لبعث الديناميكية الجديدة التي تطرقنا إليها في الأجندة المتفق عليها في عدة قطاعات حيوية. سوف نعيد بعث مشاوراتنا وتعميقها من أجل هذه الديناميكية الجديدة. وبالنظر إلى الرهانات الأمنية التي تعرفها المنطقة الجزائر قوة للتوازن والأمن والاحترام اللامشروط لسيادة الدولة وللجزائر قرارات مسموعة بالمنطقة لتفعيل الحوار والحل السلمي وهو ما نسعى إليه أيضا. ملفات عديدة تهم العلاقات الثنائية والبينة في مختلف أوجهها من الجانب الاقتصادي وخاصة الجانب الاقتصادي درسنا الموضوع إلى الجانب السياسي وجميع الميادين والملفات واتفقنا على تفعيل المختلف الميكانيزمات والآليات الموجودة بيننا بين فرنسا والجزائر كما كذلك اتفقنا على مواصلة الحوار الاستراتيجي والمشاورات السياسية على مستوى وزارتينا. ناقشت كذلك مع السيد لودريان ملف تنقل الأشخاص بين البلدين وفي هذا الإطار أصرت على ضرورة سلاسة أكثر ومعالجة الملفات بمرونة تليق بمستوى وحجم العلاقات بين البلدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هذا قبل ربي تزالي ثنون سوطاس نتواف ذي الحسنة في نتكميل أغمي السنة أسلوين تيكدو ذا مس عبد المجيد تبونا ذي مليل أزكى لكو ذي مضبرون نخرا نتخبانيين النسال تي ذاكي بحريش نبايلك لكو ذي بحريش أسلي ثي مليل ثاقيا تمزواروث ما زالت تدفرون ثياظ النظن وزكى أضحضرون ذا أتحضر تلفزيون ثغناو ثي تلفزيون البلاد تلفزيون الحياة أغمي ذعنين المجاهد أغمي الخبر أغمي نشر اليومي لو سوار دالجيري لا كودو غميس لو كوتيديان دو تفاصيل لا كودين دا ارغرا جديد وريق ثاكي تمغلين تسرثي ثغر السوري فمينو ثم بعد قدمي تورصاني وزل سقوة سياء الجهد ذيلي إيوا والد تسويرا ذي الصوت الدور سوزاليس على دعامي لفغية سرثي يغال يتولي نغماس ذا شريك ذرفي قاي صوضان ثي فراتين أري خدمان لصلاح العامة في مليليت وسلوي انتقدو ذا لكتر بحثي مولان نتغمس هذه المقارنة سلويت انتقدو ذا أذيلين ذي السكران نمهالان ذي مدبران التلميسيني سلن البيلك ذي البريفي ذي صوتفان ذي الوعد يفكا وسلوي انتقدو ذا اي وكدوذ تموغلي ثمينو تري صوضان ناسي بردان اللمان التلوي ذيرو ذا فوغ ذي تغمسا اي وش حال انتكالي قلا غراي سارتي لغو تموغلي ندو لاغ فتص تمثال وفنارا ايمز ذا اما ذي سباتي ناس ناغدك سويني ناس يبيد اذتو فدلن الامور اكن أذغال أنت السبات ذي سويا فانا ويجي استويلات نسلا إني أدعو وسائل الإعلام الوطنية لأن تكون في مستوى تطلعات الأمة والتنوير والتعبئة والمراقبة بفضل تعزيز الاحترافية والمهنية البعيدة عن التضليل والدعاية المغرضة والتشويه والتجريح والقذف في حق أي كان، وسوف تجد وسائل الإعلام من الدولة كل الدعم والتحفيز من أجل ممارسة إعلامية في ظل حرية لا حدود لها سوى القانون والأخلاق والأداب العامة والتأكد من مصادر المعلومات. في مليليت وسلوي انتقدو ذات سربعتي مولانا تغمسام بلا شك تسعون الدور ذا مقران كان راي سارثية ذي وضع اكني ديا لانس تويلات اي سالن واسبه من ايمز ذا ذي كثامي وين نتمورث ولغون تسلوي تنتقدو ذا غفت مليليت اقي وكذد باللي يذتي عذر ذي تسيلين يالثي كالت لقو ذي مولانا تغمسا ذي مضبران الترميسين اي سالن اكنا ديا لي يصطان اي جهدان يارسين اي ذي سان وثامو غلي ايبان.
وسمر النص لواي نتيج ذو عبد المجيد تبون خمسة نروب لنا ثن العسكر النتمور ثن نعيق بظن غارونا فاين إنا من الناس وينت نيجن ميا اللطنان المعونة يمزدغ ان ليبيا المعونة يجي غات سوضا نازكا أزقى صباح سوفريد ندبدب غار ثميوين نذا يمزدغ ليبيين حواجن المعونة يجي تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بنقل مساعدات من أدوية وأغطية ومواد غذائية إلى الشعب الليبي عبر الطائرات الجيش الوطني الشعبي، ها نحن نستلم هذه المواد التي تفوق 100 طن، أكثر من 100 طن عبر طائرات الجيش الوطني الشعبي في عين ميناس، ثم تحول غدا إلى مدينة الدبداب لتسلم إلى الشعب الليبي في بوابة الحدود ما بين غدامس والدبداب. مساعدات إلى الشعب الليبي الشقيق، وهذا قلنا وكررنا كعربون محبة تجاه إخواننا الأشقاء في ليبيا، وهذه المساعدات إلى كامل الشعب الليبي، ومع ذلك الفضل يرجع إلى المؤسسة العسكرية التي كانت دائما مرافقة للأعمال التضامنية للهلال الأحمر الجزائري. أسلوي ينتقدو ذا مس عبد المجيد تبون يسنده إضلي عن غلافة مزورو أكن أده جي سلم غولي ون الجماع نين غلافة أردلين بالدماء غفلو فنتوغا نيفر ذان في وغا يسمال تنرنينت يمي أذي الدور ثقي كان 35 جمذانا موثن لكذ النيغن والفن يظن ذي مجرح ذي ثوغا ذي ظران ذي كفردن تمورثنا سيهم باتو العذاب المثا مازال يتنني على السبل اكسيدا في فرذان ثواغي ثانكارو ثقلاد 16 الارواح من دهامان سين الكيران في غيوان سطيل دي الولايه الوادي ذ العذاب سوازالي سرنا النوع على حساب الزاين المثا سيمي فذا وسكوساكي جديد انواع السبع بويكي مره خلال جونفي 2020 غوريغي ان جونفي 2020 نحسب اكثر من 2500 لاكسيدات سوس حس في ميدان دي خلفان اكثر من 100 الموثى دكم كان لاكسيدات واكثر من 3000 مجرح دك الافراط في السرعه هذه الاولى ثانيا القانون ما يحترموش كاع القانون هذه دوزيام لا كونكيرونس دايرين بزاف هاد الصوالح اللي راهم يصراو من الطمع تاع الشوافره يعطوا له كار يطلعها من الحاسي مسعود الوهرن ويطمع يدوب اللي يدخل كار واحده اخرى من الوهرن للجزائر وكي تهدر معاه تكون سي تقول له بالك راك فيه هبطه ولا كاين زليج ولا يقول لك نعرف نسوق العتاد لا يخضع لعمليه المراقبه والصيانه العتاد قديم انا اسافر تقريبا اسبوعيا العتاد قديم جدا وصاحب العتاد لا يريد ان يجدد يريد فقط الربح السريع دوك سقاس زوج الاف وتسعتاش جردن اكثر 22000 لاكسيدا في فرذان ذوي ذاك دي غلان سبو اكثر من 3200 للموثا ذو لاكسيدا ذي يقيمون ذان ذن تايد السبان سنت امزوارو بالنسبة للأسباب العنصرية منزي غير سبات لاكسيدا ثاقيا انا فهم ذان ذن تايد السبان سنت 96% ذي فازوارا منهار يتزال طاس ويتقدر القوانين نص نهار ناغ اي فرذان انو يسرسويا راه قاروس غير في نهار في كل ثمن زوز سميث بولزاير في مونانتينوس هادن صغيمي ونص نفار اري خدماني وكان ذي يضمن السلامة ذي كفرذان ايلين ذي كوهين الحكومة سيمي على ديلين تلو فقط فلاس سي ثما وسقامو المشورات ثم سلتاقيا عتسان الدولة عنايا ونغلا فهم زوارو يعني هذا مخطط العمل السبات لاكسيدا ثاقيا ثنتان يروم ذان اللي حالا يفر ذان اكو اللي حالا تكرواس مران ذا السبات يدي قلون ستواغي ثمقرون ذا الارواح يكسروحون يلاس يبوي دغافيا ليون السيقنا ذي قد اللقوان نيفر ذان اذي يدون سلعقل انا رايقيا ذي السنقى ستواغي ثاقيا يفر ذان أكا تيبوغا نيفر ذان وذقطاس انتكوال السبان سنت ذم ذان ابن ولي ذي ثوريق ثاقيم عبد الوهاب يزماس أضعر ذي جيوث نلاكسيدا وسبينس إيميا أنهار ويثيدي بوينوري قدرة على القوانين بوفريد محمد وديعي إن إجزام وضاريس إزمرا ذي ليني لفغيس نغذين يوران لاكسيدات بوفريد يحوصون ثروحين أسا عبد الوهاب ذي يوان ويوميات في الدلة ثوثرث كنا في الطريق انا وصاحبي على مستوى شلغوم العيد وطرود شرق الغرب
وقع لي حاد تما طحنا اون بان قاعدين نسناو في ديباناج. حنا كنا نسناو في لابورديو قدام لابورديو. يجي واحد الطونوبيل ما نعرفو يقول برديس ليكيليبر ما قدرش يسيطر على السياره تاعو. جا عندنا صاحبي كي شاف الطونوبيل جايه هرب. انا ما جيت نهرب لحق لي على رجلي قاسني في رجلي لا دروات. كي وصلت للمستشفى لقيت رجلي بلي راهي ما تقدرش تعاود تحيا من جديد. راحت تحتمت راحت مع الفريق الطبي حاولوا ان يسعفوها ويعاودوا يرجعوا لي رجلي كما كانت بصح ما قدروش. من هذاك الحادث حبيت نغير انا المسار تاعي من قبل. كي صرا لي الحادث هذا تغير الامور بكل. يعني لقيت روحي محطوط في الشوكه كما نقولوا قاعد. لاكسيدار ايدي جان الشماغ اثم طوثيس اميغ في الدل وسان تودرثنسن. ديك اللحظه كانت كي الصاعقه تحسي حياتك حبست. تعلمت عاد نعرف ندير لي سوا كيما لي زانفيرمي. انا كبيره ما تحملتش الموقف. ولادي الثلاثه ديتهم قريب عام وحنا هما يروحوا للبسيكولوج باه يتقبلوا باباهم. انا شخصيا تحولت من انثى الى ام فقط. والشخص هذا اللي دارها نقولوا له حسبنا الله ونعم الوكيل. ما نقدرش نسوق مازال لي شوك هذاك مازال لي في راسي حكايه لاكسيدون هذي. قاع بوظن المحنة هذه ثقار عبد الوهاب ثغري ويذي نهرون في كرياس. الناس يكونوا شوية رزان في السياقة تحم وما يتبوش سواء في الإعاقة الناس خرين ولا يتبوا الإعاقة لروح. أين يلنس وزالي ستدنيني أنا ويخذ من الفلطة نغي اللاد ذي السبع يبيد المحذراء ذو الله ذو قدر القوانين نكس الحويني بردان مقفل لدي ليغث وغيث. هكذا المحاضرة إيدي بوين لك دوس فعل لغني أن القوانين أن عدي غير وحريش النظام وذك سنفعلون نون يمو في غيوانين الولاية نوار قلاص فايدين تد سواتاس نوهي لن ذي داقس قحريش أكارثي نواليان ذي ثور اختاقين عبد الله سبع رقوت موتسنوي ذي باب نديل سبيطار ستيني مطرحن لوك دوان ريون 5000 انفرجن غير ثمان وطاس نوين سرجوني مزداغ أشحالية من 2011 من جراي كان ثاني يوم برمجه ولكن بهذا البرنامج واش حولوه لي حولوه لنا في خفجي انت حشود بلا ما نشعروا كنا نبرمجوا هنا جات لزياره زيد والي والامين العام وكل درنا برمجه وما يحولوها لنا حنا نطالبوا بها تكون هنا. تصور انت البنات نتاع عبا منديل ولا الاولاد نتاع عبا منديل ينتقلوا للخفجي وخاصه يعني بكل صراحه انت جاي الشتاء نص الليل يعني دي فوق خطره نلقاو البنات مساكن ينتظروا في الكار والكار ما يجيهمش المهم مشاكل كبيره. احنا عانينا من الصحه في بلديه رويسه 80000 نسمه بلديه عارقه. مشروع كيما هذا عنده عامين نورمال مورا تحقق نورمال مول اليوم يجي سياده الوالي يدشنوا اليوم نورمال مول يجي يدشن مش باش يبدا فيه وتبدا فيه عراقيل. غير سباتك جاني صنفرناكي وذينارا وغور نوكا لميم ذا نقارنك نمو كان اكيد يتوهجاني صنفرن ذي لنسن. بدينا نتكلم مع الاخوه اللي دعيوا بانهم اثمثنا غير دي قارن كنك لكي ذي لنسن نفاك نسعينا غير الكواغو دي سبقن اياكي اما ذي العقود نا اتفترن نوكال اكني فغو الا اصنفرناكي اذفذون انطلق وتكون يعني تخرج بالفايدة للمنطقة ككل لأنها مشاريع يعني مهيكلة. إمذانا مازال سرجونا سفديني سنفرناكي في قزي ووال أشحال ذا سقواز لبعض أين شدن غروهور نوكال. نقيم ديما ذوق النجمو وكن ضغط في ثلاثي فراث لكل في تشارون السوراش يقارن الولايان بلدات سرسديون البلان هي أدهجين عد سوجدن 40 نغر فزن إيمينو ثن لكو ذعني عذر قعن خيران سوجدن يلان وكذا جعثني تسوجدن يثغلين القرايان نسكوس إيدي في الدون تنهينا لسب ساعدون. توكسا الخصاص ترميسين القريان ثميوين بعدين دي الولاية نبلي دان لكذو سنقص التحكم تغفل كلثن الولاية اثنين تكميلان سنفاران البنيان نيقنا ربعين لكلث انو غروية في السنويت لكذو غربة زلماس ذيب وعرفة. الرش لكولاث تسسن دغف ضار إوا كان دسن أضغرا ويباذ الحال أكانس البنيان لكولاقيا أذيك سوغف اللاقيا فيرميسينا غير القرايان صفرقنت غف 14 تغيوانين الولايه ذي الفنيان لكولاث ذي الحماث في جديدين وسياكو تساويلاث إلى قن.
13 مجمع مدرسي و 33 نبنى زين 14 تلميسين القرية لكو 33 لكولاث يتوفنن ويا يلد ذي قوهي ليتوس في الدن كا أدو جذن تسيا روس قوسيا زوج ألف وعشرين زوج ألف وواحد وعشرين صنفار ناقيا دان ذي قوهي يعنان ويتوخصن دان الصندوق انطمانا العامة غفايا لان 30 صنفار مقر يوميا يتخصص وزال 130 مليار دينار و14 ترميسين القرايا غفتين تسبتد والشغال ذيك السنة تدون كنيوات الحالي ويقبضان سي 50 غير 75 ذي المية حتى 75% الزيادة غري صنفار ناقيا لاند الشغال وقعاد ذو عاود بوذم بوطاس نلاكولات كان ولاية نبليدان فرق ديم مقرن كحلي شاقيا القرايا ينرنا لحساب ان الحجاج ايزايريين اسوغ وساقيا يمي غادي يوض غار 41300 هكا يتخبر نيس سرافيس نغليف ام زوارو ويجي يسد من بعد يميل للجزائر السوثر ذق مضبرون السعودية يوكن هذا سنرنين لحساب ان الحجاج اكن ينرنا لحساب نمزدع ان تمور فينا تقفريد نفدي تقود من الرفراف الجريمة العسكر نتمور تسلم عونا لكل سلافس الديوانة طفن دير ليا ديتا من راسة البرج بجي مختار لو طفن دي ثمية ستة نت كوارياس لكل عني دي ثمان جانت دي ثمات عسكري ثي سربعة 43 جيم ذانن وفان غار غرسن خمسة نيكوميا تشورن ذي الدهف لكو ذي زرع الخمسة نت كوارياس نظن الصنف كات كات لكو وطسن الحرج النظن سي ثمان سن لعني العسكر تفند ثلاثة نيم تجارون الهيوف وفان غار غرسن 6290 تكاشيتين لدروغ لكو يونو كيلوغرام نلكيف في برج بجي برج بعراريج بالشهر لكو ذعني ذي ثما نتلمسان وسرفس نيجا دارميين وفان أزال 20000 إيري باكيين ندخان ذي ثما نتبسا سي ثما نظن دي مع سرفس نيجا دارميين نيثنيا تفند يوث انترفع في تاكرون وزنوزون إشقفان لثار أقديم ستاويل أن الانترنت يسنزنوزون ويقال ستا يمذانن وفان غار غرسن يونسيف لوكوذ 293 تريالين أذو غالن تغرثة ليثنا رومان لوكوذ عمي التاليف نسبانيول تيم قدمت الصحراء ومالو ذي الجزائر هكذا سيوث تملي لي ثلاك تسغامسا غفلي حال هذه الصحراء ومالو تملي لي ثقيا حضرت المقدم من الصحراء ومالو ذي الجزائر عبد القادر طالب عمر لاكو سعيد العياشي وين اسلوين تسقاموت المعاونه لاكو ذوذ الصحراوي امس ليله دغفوين يخدم المروك ثقاري يقع في صن مره القوانين للجناس لاكو ذوذ كنتي دوكلا انت فريق من الاحداث الاستفزازية التي قام بها النظام المغربي إقدامه بشكل متوالي على فتح قنصليات لبعض الدول الإفريقية وتنظيم السباق الإفريقي البيئي وتنظيم كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة بالعيون وهي كلها أعمال تنتهك بشكل واضح وصريح القانون الدولي والميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي لازم نبقاو مجندين باش ننصروا الصحراويين في طلبات نتاعهم الشرعية واللي احنا عشناها في بلادنا اثناء حرب التحرير واللي هي الحق في تقرير المصير غفلي حالة ذي ليبيا مريم ثوب قراو الجناسي يدوكلن أنطونيو غوغوتيراس نتاني نادى ذي خبار قراو الجناسي يدوكلن غفو أسوين غور الصوضن ذي ثمليليف بيغلان إمي مارا ثميوين السولن تيوكن أدثي لي ثفرات سوفريد نتسرثيث لكو ذو الشوار ماشي سيغيل لكو ذي من غير ويناد يو الحالة لحالة ذي ليبيا مازاليت أكنيا إثلا وشوال سيمال يتكمي ونان في فراثة في لانس لقوانن بوغراو الجناس يدوكلن يقمن عن يوكن في مورا أذقد من أذفكنت السلاح نغ العسكر يويدي تناغن ذي ثمورثاج
نكفو أغميسنا سيف لس غادي لوبيرا نل زاير بوعلام بالسياحة نذا البالينة مورث نروس نثنين قدمة الباليجي قدمة ديوثن لكوميدي ميوزيكال اسميس ثوزينت يتصن تمغرا إحضر نوطس نين فقاون غال ثمان المقدم نروس ذاقيا ذي الزاير نبيل أنطرف رحموني بالي إنسان بيترسبورغ كنت مورثنا الروس يغلد غير مورثنا ذي ثمزي كنت الفن يشبحن يتاوين اسم تشبح ذي يتصن استقنيات تسعى المعاني تبث الموسيقى فزوري تشقفتا تسوهم ونسي حضرن ذي الأوبرا الجزائر سبيتا كراليوة بريدبور ورارة الدور انت يليث ذي تمزيك انت عشر سقوة سنة يعني كنت ورارة الدورة ذي البالي تشقوف تنتظرين سان بيترسبورغ يلاد إلمند مبدل قذلس يرل الجزائر ذي تمورتنا الروس ما فيش كده غطوب نكوني أقلق نوجد أن نفك فوس المعاونة إي المزيين الجزائر ذي الفن البالي ما يلا ظل بنا دا نشتا نجيبو كما يقولوا بالي من هذا النوع ما نقدروا غير نستفادوا في المحيط نتاعنا من ناحية الجودة من ناحية التقنية من ناحية يعني ما حبينا احنا نوصلوا ليه وخاصة وأننا في هذا دار الأوبرا حطينا رسينا كما نقول أمور عندنا مدرسة للأطفال مدرسة للرقص للأطفال ذي الدراما نشطاح يدي حكون ثقصيت تشبيح ذي يتصن ستزوري ذي الموسيقى تقرأ بغمي ساقي فالميسة من المعرضي قمي ناجي قمي لهنا الخير أثنين